عريس هذا والله ابني ان شاء الله طمعني. انا طمعنيت امه طمعنيت ابني في الجنه وابني ارتاح من الحياه. الحياه ما فيها شيء عرسان ما فيها ولا اي حاجه الحياه. ابني مرتاح الحين في الاخر روحه صعدت الى السماء بس الجثه تحت الجثه ما بدنا نبكي على الجثه. طلع وين الروح صحيح ولدها عايش ولدها هي بلاش ابكي ليش بديش ابكي مش خساره بربه مش خساره هو امانه عندي وانا سلمت الامانه بس بطلب من رب الصبر مش اكثر. الله يصبركم يا رب تكونوا قد بس ربنا يعطينا الصبر انا واخواته وبس عشان نقدر نربي اولاده يا رب. انتوا ما بدي قدام اخوانك دمع وبيض اخوانك رجال ورجال ما بدنا نكسرهم يمه ما بدنا نكسرهم. اذا بتحبوني ولا وحده تدمع قدام اخوانك جلال راجل وخلف رجال الصغير فيهم ابتدت سنين راجل زي نفس القبر ما بتنادى برياض.